راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، راقب كلماتك لأنها ستتحول إلى أفعال، راقب أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات، راقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. الفيلسوف الصيني لاو تزو. كل شيء يبدأ من العادة التي تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا إلى أن تصل بنا إلى النجاح. فلماذا ينجح البعض في تحقيق ما يصبو إليه بينما يفشل الآخرون ويستمرون في لعن الناجحين؟ هنا أقدم لكم أهم الخطوات والعادات التي ستجمعنا بالناجحين، فليس بيننا وبينهم سوى هذا، مع الانضباط التام لذلك. إذا كنت تسعى إلى أن تشترك مع الناجحين في رؤاهم وأبعادهم ولا تجد إلى ذلك سبيلا، فأنت الآن في المكان الصحيح. يحقق الناجحون أهدافهم باستمرار ويعدون أنفسهم مسبقاً لتقبل النجاح، فهم يدربون أنفسهم على الانضباط الذاتي ويشغلون أوقاتهم في تطوير حياتهم من غير توقف، في حين يقضي العامة من الناس أوقاتهم في الشكوى والبكاء على الأطلال ولا يسعون جاهدين إلى الأخذ بالخطوات الموصلة إلى النجاح. دعونا نشترك في هذه العادات مع العباقرة والعظماء والناجحين في الحياة. أولاً، الاستيقاظ الباكر. يقول فرانكلين بنيامين: النوم المبكر والاستيقاظ المبكر يجعلان الإنسان صحيح البدن وثرياً حكيماً. لنبدأ بتغيير عادتنا منذ الغد للاستيقاظ مبكراً. قد لا يكون الأمر سهلاً، ولكننا نستطيع، فقط نحتاج إلى بعض الإرادة وتحفيز أنفسنا على ذلك. ثانياً، يكثرون من القراءة. معظم الناجحين في العالم يشتركون في القراءة، وهي من الأمور المتاحة للجميع. بيل غيتس، توماس كورلي، ستيفن كوفي، جاك ماو وغيرهم كثير، كلهم قد ربطوا نجاحهم بكثرة القراءة، والأجمل أنه بإمكاننا فعل هذا، ويمكننا الاشتراك معهم في هذا العالم الواسع، عالم القراءة. ثالثاً، وضع الأهداف. إن الذين يحددون الأهداف التي تشكل تحديات قابلة للتحقيق هم الذين يتحكمون بقوة قبضتهم في المستقبل. إن أكثر من 90% من الناجحين يقومون بكتابة قائمة بأهدافهم وخططهم ورؤاهم بطريقة منتظمة ويشتغلون عليها يوما بعد يوم. رابعاً، يحيطون أنفسهم بالناجحين. يقول الكاتب هارف إيكر: إن الأغنياء يصادقون الأغنياء والناجحين، أما الفقراء فيكتفون باللعن وكره الأغنياء. ويقول المثل: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا كنت تصادق أشخاصاً فاشلين أو سلبيين أو بلا هدف، فحتماً ستصبح واحداً منهم، بل ستصبح على رأسهم، فأنت ومن يحيط بك. فدعونا ننطلق الآن في صناعة النجاح مع بعضنا البعض، وللناجحين على وجه الأرض من العادة الأخرى مثل النظرة الإيجابية وقوة الإيمان بالنفس والقدرة على التخطيط والتواصل والطموح والفضول والانضباط والشغف، مع الحفاظ على الهدوء في أوقات الضغط الكبير، وكذا ممارسة الرياضة والتأمل والعزلة الإيجابية التي تمنحك قراءة حاضرك ومستقبلك. وحتى لا نكتفي بلعن الناجحين، دعونا نتعلم من قصصهم ونمشي في سبيلهم لنكون منهم. فالناجحون لا يصنعون في مختبرات التمني، ولكنهم يولدون من رحم التخطيط والعمل والانضباط والتحدي. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.